زمن حروب الطاقات. كيف يمكن أن يصبح الهيدروجين الأخضر قادراً على المنافسة بحلول عام 2030 في النمسا؟ إنتاج خالي من ثاني أكسيد الكربون، هذه هي الأولوية القصوى في أوقات زيادة الاحتباس الحراري. تعالوا معي أنا بثينة بهذه الجولة لنتعرف سوياً على الهيدروجين الأخضر وتحدياته، لنكتمل بالمعرفة. ينظر إلى الهيدروجين على أنه قادر على حل المشكلات حين تفشل التقنيات الأخرى، فهو يهدف إلى لعب دور حاسم في تحويل نظام الطاقة من الأحفوري إلى الطاقة المتجددة. ووفقاً لنظرية الألوان السائدة، فإن الهيدروجين الأخضر فقط هو المستدام، وفي هذا السياق يعني اللون الأخضر أن الهيدروجين يتم إنشاؤه باستخدام الطاقة من مصادر متجددة مثل الرياح أو الشمس، ولهذا هو أغلى بخمس إلى سبع مرات من الهيدروجين المنتج تقليدياً. وهنا يتم التمييز بين الهيدروجين الأزرق والرمادي والأخضر. يتم تحديد الهيدروجين باللون الأزرق إذا تم إنتاج ثاني أكسيد الكربون أثناء توليده، ومن ناحية أخرى يتم الحصول على الهيدروجين الرمادي من مصادر أحفورية مثل الغاز، وينتج عن هذا أيضاً كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، لذلك هو ليس صديقاً للبيئة. ووفقاً لدراسة قامت بها شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، فمن الممكن إنتاج الهيدروجين الأخضر عام 2030 في ظروف معينة لإنتاجه بتكلفة زهيدة. تمثل الكهرباء المستخدمة في عملية التصنيع من 60 إلى 70% من تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإذا انخفضت تكاليف الكهرباء إلى أقل من 16.5 يورو لكل 1 ميجاوات في الساعة، وكان سعر ثاني أكسيد الكربون أعلى في نفس الوقت، فقد يكون الهيدروجين الأخضر منافساً في عام 2030. وأضافت الدراسة سيرتفع الطلب العالمي على الهيدروجين إلى 88 مليون طن في عام 2030 و 137 مليون طن في عام 2040. ويستخدم الهيدروجين بشكل أساسي في النقل وصناعة الصلب والكيماويات وفي توليد الطاقة إضافة لقطاعات أخرى. من أين تأتي الطاقة إلينا اليوم في النمسا؟ يأتي ما يصل إلى 65% من احتياجات الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، ويتم تعزيز هذا النمو دائماً، ويوجد حالياً 3100 محطة صغيرة للطاقة الكهرومائية وأكثر من 700 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية قيد التشغيل، تولد ما يصل إلى 55 إلى 67% من الكهرباء، وبذلك تعتبر النمسا هي دولة رائدة في مجال الطاقة الكهرومائية، وتزود الدول الأوروبية الأخرى بالتوربينات والآلات اللازمة لتوليد الطاقة. يأتي ما يصل إلى 13% من الطاقة من الرياح مع 1269 توربينة رياح، ويتم استخدامها في تزويد أكثر من 1.75 مليون منزل في النمسا بالكهرباء. ويأتي ما يصل إلى 6.3% من الطاقة الشمسية بإجمالي ناتج يبلغ حوالي 952 كيلووات، ويستمر تطوير هذا القطاع في النمسا. يأتي ما يصل إلى 59% من الطاقة الحيوية، حيث يتم إعادة تدوير حوالي 63% من النفايات المتولدة في النمسا. وفي نفس الوقت تعارض النمسا خطط مفوضية الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى إعادة تصنيف الطاقة النووية بشكل مستدام من أشكال الطاقة، وذلك لأنه لم يتم إثبات مرونة الطاقة النووية في مواجهة تغير المناخ مع زيادة الظواهر الجوية الشديدة، وخشية من الإضرار الكبير بالأهداف البيئية، إضافة إلى أن العالم لم ينسى انفجار محطة تشيرنوبل في أوكرانيا وفوكوشيما في اليابان. فهل باتت الحروب العالمية القادمة من أجل مصادر الطاقة حول العالم؟ شكراً للمتابعة، إلى اللقاء.